بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التوكل دائما على الله سبحانه وتعالى. شوطنا 19 الذي انطلق منذ هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة هنا على أرضية ميدان الطي. شوطنا 19 اذهب هناك إلى سيوف أحمد بن عبيد بن حميدان، النقل على المركز الثاني. اللي في المركز الثاني غزر وعلي بن سالم بن خميس الشامسي، وثالث المراكز هناك من الجانب الآخر أيضا العنود مع خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الرابع وصلتنا وغى محمد بن سهيل بن عويفان العامري المتحدة خامسا أيها الإخوة، وهناك حارب بن سلطان بن اشطيط بن عبيد بن قميش الاجتبي خامس المراكز، المركز السادس وصايف علي بن مطر بن علي بن واس الاجتبي، وفي المركز السابع ايضا وصايف حمد بن عمران بن راشد بن حمودي الاجتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك اللي في المركز الثامن ايضا اللي وصلت في هذه اللحظات هناك محاسن وسالم بن حمد بن خريبيش العويسي، تاسع المراكز سيوف ومنصور بن راشد بن سعيد الزرعي، وفي المركز العاشر هناك من الجانب الآخر كسابة ومطيع بن مانع بن محمد ودواز العامر. هكذا كانت هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق، نتمنى كل ما هو جديد. الله يا سيوف، الله يا سيوف. أين المركز الأول؟ أين الأمام؟ أحمد بن عبيد بن حميدان، الله يلعنود. يا ما صالت وجالتها في هذا الميدان ولا في أي ميدان. خليفة بن عبيد بن خليفة الحمير المسيطر دائما هنا مع هذه الانطلاقات المتحدة، وحارب بن سلطان بن شطيط بن قميش الذي دائما يبغي المركز الأول. انتقل إلى ابناء بن واز، مطر بن علي من مطر بن واز الاجتبي، نعم علي بن مطر بن علي بن واس اشتبه يقدم، وصايف رابع على المركز الخامس ايضا، وصلتنا غزر علي بن سالم بن خميس الشامسي، ولكن وغى محمد بن سهيل بن عويفان العامري. هكذا ايها الاخوة كانت هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتوام. سيوف 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 احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، من يقدم هذه النوعية الجميلة على المركز الاول العنود. خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن بومطر يقدم مصايف اللي تنتقل من موقع إلى موقع. أيضا هناك علي بن مطر بن علي بن واسن اجتبي المتحدة، أيضا حارب بن سلطان بن اشطيط بن قميش، أول ندى لسيوف، ومنصور بن راشد بن سعيد الزرعي. هكذا كانت هي النتيجة. الله الله يا سلام. أبناء الطي اللي يتنافسون على المركز الأول، ولكن بن حميدان ما عنده هوان اللي يبقى المركز الأول. يلا يا بن حميدان، النقل على وصايف ثاني المراكز علي بن مطر بن علي بن واز. اللحظات الأخيرة مع الزرعي منصور بن راشد بن سعيد الزرعي. اللحظات الأخيرة سيوف ولا وصايف وصايف ولا سيوف. اللحظات الأخيرة علي بن مطر بن علي بن واز يستلم المركز الثاني، أحمد بن عبيد بن حميدان المركز الثالث أيها الإخوة. هناك لمنصور بن راشد بن سعيد الزرعي المركز الرابع، لصالح حارب بن سلطان بن شطيط بن قميش العنود خامسا، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميني 4 دقائق 31 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.